ونبدأ نشرتنا الرياضية مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، واللي عقد جلسة مع اللعيبة اللي طالبهم خلالها بالاستعداد الجيد لمباراة سموحة بكرة في نصف نهائي كأس مصر والتأهل للنهائي. وحذر كولر اللعيبة من صعوبة مباراة سموحة، وخصوصا إنها المباراة الأخيرة في الدوري للعيبة اللي ما قدرتش تهز شباك فريق المصري البورسعيدي وانتهت بالتعادل السلبي. وطالب كولر اللعيبة بتوخي الحذر من مباراة سموحة لأنها جاية ضمن بطولة كأس مصر المعروفة بالمفاجآت. جدد البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك الثقة في لعبته قبل مواجهة بيراميدز اللي هتتلعب بكرة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر. وشدد فيريرا على اللعيبة بضرورة غلق صفحة الدوري والتركيز بس في مواجهة فريق بيراميدز، خصوصا انه مفيش بديل فيها عن الفوز، لان الخاسر هو اللي هيودع البطولة. اتأهل مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش إلى نهائي بطولة هيوستن الاسكواش، واللي بتستضيفها ولاية تكساس الأمريكية في الفترة ما بين 11 والحد 16 يناير بقيمة جوائز مادية بتصل ل 110 ألف دولار. وفاز مصطفى عسل في مباراة الدور نصف النهائي على المواطن مروان الشرباجي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي استغرقت 98 دقيقة، واضطر الشرباجي للانسحاب بسبب الإصابة. بالنتيجة دي مصطفى عسل هيكون المصنف الأول على العالم بداية من بكرة. ودعت البطلة المصرية يثرب عادل لاعبة النادي الأهلي بطولة كارول ويلمر المفتوحة للسكواش من دور نصف نهائي بعد الخسارة أمام الأمريكية أوليفا فيتشر بنتيجة 3-0. حقق فريق ترابزون سبور المحترف في صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه فوز مهم على فريق اسطنبول باشاك شهير بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات الجولة 19 في الدوري التركي. بالفوز ده رفع ترابزون سبور رصيده ل 32 نقطة في المركز السادس، واستمر فريق اسطنبول باشاك شهير في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 34 نقطة. ونروح للدوري الإنجليزي، وليفربول خسر من برايتون بنتيجة 3-0 في اللقاء اللي جمعهم امبارح ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وطبعا شارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا في ليفربول، ونجح فريق برايتون في الشوط الثاني في تسجيل 3 أهداف عن طريق سولي مارش هدفين، وداني ويلباك اللي سجل هدف في الدقيقة 47 و53 و81 من المباراة. بكده رفع برايتون رصيده للنقطة 30 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ووقف رصيد ليفربول عند 28 نقطة في المركز الثامن. الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق نادي ليفربول قدم اعتذاره لجماهير النادي بعد مباراة برايتون، وحرص كلوب على التوجه للجماهير والإشارة بالاعتذار بعد الخسارة الكبيرة بنتيجة 3-0. حقق مانشستر يونايتد فوز على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي فريق مانشستر يونايتد رفع رصيده للنقطة 38 في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند نقطة 39 في الوصافة بعد أرسنال المتصدر برصيد 44 نقطة. امبارح خسر فريق إيفرتون من ساوثهامبتون بنتيجة 2-1 في الجولة 20 لبطولة الدوري الإنجليزي. بكده ارتفع رصيد ساوثهامبتون ل 15 نقطة في المركز 20 والأخير، ومتساوي مع إيفرتون صاحب المركز 19. نجح فريق ولفرهامبتون في الفوز على ويست هام بنتيجة 1-0، من ناحية تانية خسر كمان فريق ليستر سيتي من فريق نوتنغهام فورست بنتيجة 2-0 في مباراتين اتلعبوا في إطار منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. كمان احتفل النجم الدولي المصري محمد النني بمرور 7 سنين كاملة على انضمامه لنادي أرسنال الإنجليزي، وأكد أن تاريخ 14 يناير دايماً بيكون تاريخ ويوم مميز لقلبه. نروح للدوري الإيطالي، وتعادل فريق ميلان مع ليتشي نتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 18 من عمر المسابقة. بالنتيجة دي رفع ميلان رصيده ل 38 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس الثالث و9 نقاط عن المتصدر، وليتشي رفع رصيده للنقطة 20 والمركز 12 في ترتيب الدوري.
كمان فاز انتر ميلان على هيلاس فيرونا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت بينهم امبارح في الجولة 18 من عمر المسابقة. بالنتيجة دي رفع انتر ميلان رصيده ل 37 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف خلف يوفنتوس صاحب المركز الثالث، وهيلاس فيرونا في المركز 19 برصيد 9 نقط. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع أحمد وبسن. شكرا ليك يا لميا.